شو اخي رضا؟ اهلين عبود. شايف زباينك قليل اليوم، شو القصة؟ يا سيدي بالناقص، شو شايفني كثير مهموم هالقصة؟ ما هي سمعة، يعني حدا بيفرح إذا ما استرزق بيومه. لكن مو هيك الأصل عبد اللطيف؟ شو القصد أخي؟ يا سيدي هلا جاي لعندي شوكة أفندي يحلي عندي. إيه شو المعنى يعني؟ شو المعنى؟ لك هذا الزلمة بيدفع عند 15 زبون. وشو السبب بقى؟ يعني لو عم تروح لعنده على البيت وتحلق له هنيك، منقول الزلمة حب يكرمك لأنك سكرت محلك وتعطلت، بس مثل ما فهمت منك إنه جاي لعندك تحلق له هون. صحيح، بس شوكة أفندي صار له زبوني 16 سنة، يعني من وقت ما سكن بهالحارة. وليش كريم معك كل هالقد؟ يعني عم تحلق له بمقص ذهب ولا عم تحط له على دقنه مية زمزم؟ مو هذا السبب، السبب هو إني بفهم طبعه وبعامله معاملة خاصة جدا. وشو طبعه الأفندي بقى؟ أخي ما بعرف شو عقدته الزلمة، ما بيحب الحكي بنو، لك ما بيحب يسمع لا سيرة، لا نكتة، لا قصة، لا نافة، بيحب يحلق على الساكت، يعني بمجرد ما يفوت على الدكان بيقول لي مرحبا، بقول له أهلين، هيك لحتى يخلص حلاقة، وبس يخلص بقول له نعيما، بيقول لي الله ينعم عليك، وغير الحديث بيناتنا ما في، من وقت ما صار زبوني لحد هلا. لعمة والله خيلة، يعني ما بيحب يسمع موسيقى، راديو، قصة، حكاية، أخبار؟ الحقيقة ما بحب كل هالعلق، ما بعرف شو صحته الزلمة، مدري معقد من مرته ولعيها، مدري معقد من الحلاقين وسرسرتهم، مدري بيستحي وما بيعرف يحكي ويجامل، ما بعرف شو عقدته على المزبوط، لك بيقعد عابس وبيطلع عابس، وكأنه هموم الدنيا فوق راسه، فوق هالشي وش عظم ونظرات نارية وسحنة مقلوبة. لك لا والنافة انت بتحب تحكي وتنكت، فشلون بتقدر تربط لسانك قدامه؟ أخي مضطر أربطه لأنه الزلمة دفيع، وياما منبه على الزبائن اللي عندي إنه يسكتوا، يسكتوا بوجوده، بس ما في فائدة، ولهالسبب بستقبله لحاله، وما بخلي زبون واحد يفوت لعندي وهو موجود على الكرسي. إيش هو قاعد على كرسي إعدام هو لحتى يقبضك الألقاد؟ المهم أنا مبسوط منه وهو مبسوط مني. سيدي الله بيعيني على هالنص ساعة اللي راح يقعدها عندي. ها إجا وينك؟ اجى على الموعد مزبوط، اوعى تحكي ولا كلمه، ها فهمت؟ فهمت عبد اللطيف؟ تكرم عينك اخي، راح اخيط تمي بالابره والخيط كرماله. مرحبا. اهلين اهلين. ولك شو قصة الناس يا ترى يا عوني؟ ليش بطلت تحلي؟ يعني كلهم صاروا قرعان على غفلة؟ ليش بقى معلمي؟ لك شو ليش؟ صار لي ثلاث ايام ما حلقت الا لولد صغير واشيت ثلاث دقون وما اجاني ولا طهور، بقى شو قصة هالناس هي؟ يا معلمي الناس طفراني وبمعلومك سيولة بين ايديهم ما في. سيولة تجرفك ان شاء الله، يعني إذا ما في بين ايديهم سيولة، الناس بيمشوا بالطريق بكرباشهم النافش؟ يا سيدي الطربوش بيغطي كل شيء. ايه خلاص خلاص تضرب بهالراس، اجوبتك اليوم مو حلوه.
ليك ابو سعيد الرواس كل يوم عم يفوت لمحله مهبه ودبن الزباين. صحيح معلمي صحيح، بس معلومك نصهم مأملين واغلبيتهم صناعيه وعلى التالي، ايه بقى ما بيدفعوا من الجمل اذنه. الحاصل مل قلبي من قله الشغل ومقصي صدّة. بقى عود عود لاتسلى براسك وحلقلك عود. شو كل يوم بدك تحلقني معلمي؟ علي جيله وشدتي رقبتي من التضخايم. لك عود خلصني بلا لعي. خليني احلقلك قبل ما احلقلك. ها بسم الله الرحمن الرحيم. منين نبلش؟ طخي نعيما بابا. هذا ابنك ما شاء الله وكان، قسما بالله ما عرفته. ليش؟ لاني صار لي زمان ما شفته. ما شاء الله اسم الله حوله وحواليه. قديش عمره صار البركه؟ نهيلي الحلاقه فورا ونشف لي دقني. بس انا يا شوكه افندي ما كان قصدي اني قلت لك نهيلي الحلاقه فورا ونشف لي دقني. حاضر حاضر. نعيما شوكه افندي. سيك هي اخر مره، انت عملت بايدك. امشي بابا امشي. ليش هيك عملت يا رضا؟ على اساس حضرتك بتعرف طبعه؟ ايه انا بعرف، ظنيت حديث ابنه بسره تاري مو فرع على دبره. ايه شو كان بدي بهالبلعوص ابنه يضرب هو والساعه اللي فات فيها على دكانتي؟ كانت باطله محوله قطع لي رزقي. يعني صار لك ساعتين عم تفهمني على طبعه؟ شو اللي خلاك تعكل عكه؟ شو بيعرفني؟ هيك الله انطقني. بس بدك الصراحة حمضت امي من لك الحكي. عم تضحك ما هيك؟ انا ما دخلني، انا صرت راقبك من تحت لتحت. اتعجبت منك ومن طبعك حلاق بلا حكي. شلون صارت هاي؟ العمى شو اني اجدب واصير نظر؟ سكت دهرا ونطقت كفرا. يعني ما حليلي التغزل بابنه الا بحضوره؟ ايه شو بدي بابنه وضراب السخن ينباع بالعزا ان شاء الله؟ بتعرف أتسم زبونة عندي خسرته بكلمتين. أزيدي منه العوض وعليه العوض. لا إله إلا الله. وهذا اللي صار يا حبيباتي. أخونا رضا زعل على هالعكي اللي عكو وندم أشد الندم على زلة لسانه، ومن كتر ما كس على فكه المسكين رح تتكسر أسنانه. مالنا بالطويل، المهم اجى المغرب ونوى الزلمه يسكر دكاته وينصرف لبيته، وهو عم يفكر كيف يسترجع هالزبون المتسين. واقز بجاره الحلاق ابو فوزي بيمرق ناحيته وبيسلم عليه. يعطيك العافيه يا رضا. اهلين فوزي الله يعافيك. شو شايفك عم تسكر بكير؟ خلص عوفت، حس حالي تعبان ولازم ارتاح. اتكسرت رجليك بالوقفه ما هي؟ لك مو قصه تكسرت يا ابو فوزي، القصه انه تقرمت جنابي من القعده، بعدين ما في زباين يا ابو فوزي، الناس عم تحلق روسها بايدها. لك اسكت يا رضا اسكت، احذر مين صار زبوني. مين يعني؟ السلطان عبد الحميد؟ بالعكس، السلاطين ما بيدفعوا. لك مين؟ شوكة افندي اليوم بعت لي خبر مع ابنه انه بده يحلق عندي من هلا ورايح. شو هالحكي؟ مثل ما عم اقول لك، وشوكة افندي بيدفع قد عشرة وايده سخية. يا سيدي تتهنى فيه. بدك الصراحة انا ما صدقت امتى تخلصت منه. ليش بقى؟ شو ليش بقى؟ الزلمة بحب اللعي والسرسرة والحكي الفاضي الكتير، يعني بده تحاكيه وتسليه بالحكي وما بيفوت لسانك لحلقك من وقت ما يفوت لوقت ما يطلع. بالله عم تحكي جد؟ شو عم بقول لك لكان؟ الله الوكيل نشف لي ريقي، ويا ريت بحب الحديث الهادي والجدي. لك شو بحب هذا؟ هذا بحب الحكاية السخيفة والقصص المعدة. بالله عليك عم تحكي صدق. إيه لكن أنا شو اللي خلاني أتخلص منه؟ عم بقول لك لساني انهرب بتمي وأنا عم بحكي له قصص وسير. لا وكل ما بسكت بيقول لي ليش سكتت؟ ما تحكي، ما تكمل، شو لسانك أكل القط؟ أخي رضا ولو كترت غلبي، يعني مثل ايش بيحب يسمع هذا؟ ما بعرف شو عقدته هالزلمه، لانه بحب يسمع سيار الطبخ، نفخ، اكل، قصص النسوان، مشاكل الجيران، يعني من هالعلاك المصدي.
والله منيح هي اللي نبهتني يا رضا، كتر الله خيرك، لانه انا مثل ما بتعرفني يعني كل همي اني ارضي زبايني. على كل حال الله يقدم لي فيه الخير. السلام عليكم، خاطركم. مع السلامه، الله معك يا فوزي. اهلين رضا. الله معك. مسكين اكلها، الله يجيره. كنت بزماني سلطان زماني، عدى علي الهوى ورماني. طخي راسك منيح، طخي شباك، طخي حتى نعم لك النقره منيح. معلمي نقرتي صارت تعرقني، يمكن التهبت. ها لك ما التهبت ولا بطخت، شو معك انت الثاني؟ معلمي رشش لي بودره، بخاف تحبحي. ايه حبحبك خش مصعرقتك مصح، ليش انت عم تدفعني اجره حتى رشش لك بودره واتكلف عليك؟ مرحبا. اهلين وسهلين ومرحبتين بحبيب القلب والعيش وكان افندي، حلت علينا البركات، قسما بالله هلا كنت عم فكر فيه، واذ ويا سبحان الله بتخلق قدامي خلقه. تفضل قوم لعمك شوكر افندي عوام. تفضل سيدي، تفضل. يا اهلين وسهلين ومرحبتين. ايه وينك يا سيدي، حارمنا انساك ولا بالاسم ساكنين بحاره واحده نحنا؟ يفضح عريش قلبك. ايه سيدي، شلون بتحب تقص شعرك؟ عم بسألك لانه في ناس بتحب تقص قطش وفي ناس بتحب البرم، حسب ذوق زبون بمشي انا. بقى قل لي شو بيناسب وشك، لانه مهما تشاطرت على زبون انا بضل الزبون بيعرف شو بيلبق لوشه، هو على هوا ماني ملاحظ انا اللف بيلبق لوشك. بقى انا رح اصل لك لف وبعدين بستعمل الحف، واذا بتريد اصل لك على الناشف بقص، واذا ما بتحب الماكينه بستعمل المقص، لانه في ناس بحبوا يبلوا شعرهم حتى ما يفوت الشعر المقصوص على الناشف لبدهم تحت القميص ويقرصهم. يلا سيدي ماشي الحال، بسم الله الرحمن الرحيم. الو لي كن وانا رايح جن حبابي قلبي يا يما، نار بروس الجبالي. الو لي كن. ايه سيدي، اليوم اختك ام فوزي صحتني الساعه 7. لا يا ربي، ليش الكذب الساعة 7 الا ربع؟ وقالت لي شو بدنا ناكل اليوم يا رجال؟ قلت لها ليش ما عنا طبخ بايت من امبارح؟ قالت لي شو نسيت انه اختك تغدت عنا هي ولادها الاربعة؟ قلت لها جل الذي لا ينسى. لانه معلومك اختي ولادها اكيلة، بتشوفهم رفاع ونحاف ومعصم صيد، بس الواحد منهم بيطرق بطن الله مولاه وبيسكب على الوعاء اكثر من 3 كبات مبحبحين. خش صحة وهنا على قلبهم. بس بصراحة فجعانين. اي والله الكبير منهم بطل من المدرسة، والوسطاني بيشتغل عند خيره الحمصاني، والصغير ما بيشتغل شيء لأنه نص أجدب. الحاصله شو قلت لها لأختك أم فوزي؟ ليش ما بتطبخينا يا أم فوزي؟ ششبرك؟ معلومك الطبخ نفس، ومرتي نفسها على الأكل طيب كتير، مو مثل جارتنا عزيزة. هديك طبخها كله حشو مصران، لا نكهة ولا طعمة، وأنا سخي ببيتي الله وكيلك سخي، السمن العربي بصي عليه مخصوص من حما، والجبنة من هريرة، حتى الصابون ما بجيبه إلا غار أصلي شغل حلب، هو إلي سفرة لحلب كرحيل ومينها. الحاصله قلت لها لمرتي الشيش برك اطيب، ما بتتذكري لما اجت لعنا الخطابه ام نوري وتغدت عنا شو قالت لك؟ لانه الله يعزك بدنا نخطب للمحروس ابني، البركه صار بسن الجواز، بس ابني منور كثير بعكس اخته، هذيك مو مصدقه ايمتى تتجوز، بعكس راي جارتنا عزيزه، هذيك شو بتقول؟ الجواز بالنسبه للبنت صغيره بعقدها. ماذا بالطويل يا عوني؟ عوني الله يرضى عليك، امسك لي القايش لقلك امسك، لازم ندلله شوكة افندي، زيارته عزيزة وغالية علينا. المهم سيدي الحاصله وطبخت لك مرتي الشيش برك، طبخته بالكزبرة والثوم، اما شو طلع حمده راكز يا حبيب قلبي شو راكز؟ ايه سيدي قالوا لي كن وانا رايح جن حبابي. لك ايه؟ لعمة شو بك؟ شو صار لك؟ يخرب بيتك وبدر، شو بالي عرادة؟ لعمة صرعتني. شو قلنا له؟ شو بو؟ خلو ضيق العم على الناس الإرادة. اطلع اطلع ليلى، اطلع، اسمي متحمس لكمل لك الحلاقة، اطلع. مشي الحال مشي الحال معلم. لك اطلع اطلع لا. وين وصلنا؟ Mm-hmm.
مرحبا. السهرة بالنقار والنقير. ايه يا ابو حمدي؟ نعم. يا ريت تحكي له الحكاية اللي حكيت لنا اياها بالقهوة قبل ما يسكروا لك اياها. أني منو؟ لك هي تبع الأمانة والوالي، ما عرفتها؟ ايوه مبلا عرفتها. حلوة؟ حاكم أبو ماجد. شبه أبو ماجد؟ لا تتلبسيني مشان الله، أنا من غير دفع برقص. حاجتك بقى أبو ماجد، بعمرنا ما شفناك عم ترقص لا بدف ولا غير دف. شو المعنى؟ واضحة أبو ماجد. يعني بدنا نشوف قوامك الممشوق وهو عم يتسنى ويتلون. يعني هلا ما حليلكم بالسهرة غيري الا النسوان قدامكم. ابو ماجد ابو ماجد الرقصات الرقصات ابو ماجد ابو ماجد حصان الحصان. يا ابو عميك شوفوا يعني لو بتضلوا تطيبوني للصباح ما راح ارقص. طيب انا بفرجيك اعمل وكتر لقلب. لا كنت اعني لك وانا اعمل وكتر. ولك اخي هزلن هستين وسكتون هدول علقتن علقه. ولك شو انتم متآمرين عليه الليله؟ اصلا ما في شيء بيرقص. شلون ما في شيء بيرقص؟ هلا رؤوف مستعد يدق لك رقصه ستي. معلوم. طيب ماشي الحال ماشي الحال. شو رايكم ناجل الرقصه لبعد ما يحكي لنا الحكايه؟ شو ابو ماجد بدك تتملص مو هيك؟ معلوم حتى يكسب الوقت. لا والله بس فعلا خواصري عم يجعوني. قال خواصري عم يجعوني قال. ايش ونحن عم نقول لك رقص مثل نعيمة عاكف؟ ايه ما رح ارقص اليوم، خلاص ما رح ارقص، خلصنا انتهينا. انقذني يا ابو حمدي. ايه تكرم عيونك. اتركوه يا جماعة، الزلمة مو جايب معه فقشات اليوم. لك 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 والله عرفنا بمين نستنجد. يلا ابو حمدي، كان يا مكان. بتأمر امر. انه ليش انت ما بيشتغلوا فيك ولا مرة؟ انا بقول لك، لأنه ابو حمدي فارض احترامه علينا. يعني أنا الطرطور تبع اللي خلفكم؟ لا يا أبو ماجد ولو أنت الأصل. ماشي الحال يا جماعة، قصة رد الأمانة هي كالتالي. كان يا مكان في قديم الزمان رجل نوى يسافر على الحج. أبو أمين أمريني سميحة خانم. شو بتريدني أعمل بغيابك وأنت بالحج؟ والله محتار يا سميحة، بدي روح على الحج بجوز غيب شهرين شهرين ونص وبجوز أكتر، بقى مو معقول خليكي لحالك بالبيت بغيابي. هو من جهة رح ضل لحالي ما رح ضل لحالي، وصحيح ابننا أمين مسافر بالعراق هو وأخوه، بس في عندي عمامي وإخوالي وكلهم بيحبوك وبيحبوني وما رح يقصروا بخدامتي وخاصة بغيابك. بس بصراحة أنا برتاح عند أختي نظيرة أكثر. وأنا كمان ملاحظ الشيء، بس المشكلة أختك نظيرة عادي بحلب والسفر لحلب بجوز يكون صعب عليك يا سميحة. من هالناحية لا تاكل هم. بعدين والله اشتقت لها لأختي نظيرة، يعني صار لي سنة ما شفتها. بعدين أنت مثل ما بتعرف إنه جوزها كل حين ومين لحتى يجي عالشام. أصبح ما عندي مانع خوش، والله أنا بحبه لرمزي جوز أختك، بحس إنه هالزلمة جد كتير من شغله لبيته ومن بيته لشغله، وغير هيك وهيك صاحب دين وناس ملاح وبيخاف من الله. طالما عم تقول هيك شو رأيك أخذ معي عقد الألماس لحلب وخليه معي، لأنه هاد أغلى شي بهالبيت. فعلا، وما بقدر أتركه بالبيت شهرين والبيت فاضي. هو صحيح الدنيا أمان وكل الناس خير وبركة وبعمره ما اشتكينا من سرقة بهالحارة، بس يلي ما بيحسب ما بيسلم يا سميحة، والاحتياط ضروري. عظيم، لكان رح أخذ عقد الألماس معي. لا والله يا سميحة ما رح خليكي تاخديه معك على السفر أبداً. ليش بقى؟
انت خدي اساور الذهب والمباريم وتركي عقد الالماس، انا بلاقي له طريقه. هذا مخاطره كبيره تحمليه معك بالسفر. طيب شو رايك نودعه عند حدا من اخوالي او عمامي؟ يا سميحه هالعقد حقه كبير غالي، بعدين هذا هديه امي لك بيوم عرسك، وبيني وبينك نسوان اخوالك وعمومك ما بيعرفوا ان عندك هيك عقد. ايه وشو المعنى؟ يعني انا متدين من خالك ابو عصام الله يجزيه الخير نص تكاليف الحجه، بقى لما بده يعرف انه عندنا هيك عقد رح يقول لحاله ايه كان يبيعه بلا ما يتدين مني. بقى خلي الطابق مستور بيكون احسن، وبدون ما نفتح العيون علينا. ليلي حدا منهم بيعرف انه عندك هيك عقد؟ ابدا، لاني ما تزينت فيه بنوم وما حطيته برقبتي ولا مره، بخاف عليه لانه فعلا هالعقد ثروه. انت ارتاحي ولا يهمك، انا بلاقي له طريقه، وبيني وبينك عم فكر اودعه عند العطار ابو كامل مسلكي. انت بتعرفه؟ لا والله ما بعرفه، لانه مو من حارتنا، بس كتير مدحوا لي منه وقالوا لي انه هالزلمه موصوف بالخير وشغلته وعملته يقبل ودائع، والزلمه مضمون. والله اذا كان هيك لا تقصر. يا ستي كل الناس خير وبركه. طيب وينك ابو امين؟ انا خطرت لي فكره. شو هي؟ شو رايك تبيعه لهالعقد؟ منه بترجع دينته لخالي ابو عصام وما بدنا منيته، ومنه بتتبحبح فيه، ومنه ما بتعود بتخاف عليه. اعوذ بالله، شو عم تحكي انت يا سميحه؟ معقوله بيع لك هديه من هداياكي؟ ولو شو هديه؟ هديه عرسك؟ ومن مين؟ من امي الله يرحمها؟ وليش؟ لحتى وفي ديني مقدور عليه سدادة؟ لا 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 تفكري هالتفكير ابدا يا سميحه. اصبح ما في قدامك الا العطار ابو كامل مسلكي، خلاص اتكل على الله وروح ودعوا عنده. يا عطاري دلوني الصابر فين أرضي. وهي طابشين حلال زلال عليك، أهلا وسهلا ومرحبا. يعطيك العافية، كتر الله خيرك، الله معك حبيبي، مع السلامة. السلام عليكم. أهلين أهلين وسهلين ومرحبتين يا ميت مرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا. مو أخي ما يأمر عليك ظالم، أنا بحب عرفك على نفسي. نعم أنا اسمي عبد الرؤوف محمد زين ماسك خاطر من حارة الأولية، بينادولي أبو أمين. وسبعت نعام منك وعلى راسي حارتك والله. مو صفوح بيك جدك أنت ماسك خاطر؟ هو بذاته صفوح ماسك خاطر. هو بذاته الروح الله يرحم ترابه، شو كان آدمي ورع. أي والله العظيم تعرفه؟ شلون ما بعرفه؟ لك صاحبة عمر أنا وياه من وقت ما كنا بالكتاب هيك، لحتى صار تاجر أغباني قد الدنيا يعني. بس جدي ما كان تاجر أغباني، جدي الله يرحمه كان بواكي بالميدان بالقرشي. لك المهم لا ما اختلفنا، كنت أنا وياه فولة ونقسمت، وكان هيك يعني وشه طفح شكوري أحمر، وشو احمر مثل الشوندة، وشواربه معكوفين مثل عبود التردي، وروح قلبه يركب خيل هو وابو علي القلاوي. ايوه هذا هو، اصبح بتعرف ابي الله يرحمه ويحسن اليه؟ ذكرني شو كان اسمه؟ ابو عزة ماسك خاطر. لكن لكن شو ما بعرفه، ووالدتك من بيت النعيان اذا ما خانتني ذاكرة. ايوه بالضبط، لك انت مو لازم تشتغل عطار، انت لازم تشتغل مختار. سيدي كل واحد الله ميسر له بهالدنيا شغله وخيله، وانا راضي بيلي اسم لي يا ربي راضي، لانه بتعرف اذا بعلم هلا شو بدك. مول ما يامر عليك ظالم، هذا يا مرحوم البي. لا 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 ابي لساته عايش الله يطول عمره. سيدي الرحمه بتجوز على الطيبين والميتين. اي والله بتجوز. سيدي الله يخلي لك الوالده. لا لا الوالده متوفي الله يرحمها. تعيش يا سيدي الله يخلي لك اولادك. ماني بتجوز انا. الملخص أنا بعون الله متهون على الحج، والمحمل الشريف رح يمشي بعد كم يوم بإذن الله. يا سلام عليك، إن شاء الله تروح وترجع بالسلامة، ويكتب لك التوفيق والسعادة بهالسفرة بيت الله الحرام والأراضي مصطفى عليه السلام. الله يكرمك الله يا ربي. صحيح أنا مو من طبعي الحسيدة، بس أنا فعلا والله بحسدك على هالسفرة، بحسدك والله. يطعمني إياها ولا يحرمني، ويسر لي إياها ويكرمني يا ربي، ربي يسرها. آمين يا رب. الحاصله أخي أنا عندي عقد ألماس إيراني، احترت وين بدي أودعه، بالصدفة سألت ولادين الحلال قاموا دلوني عليك. مين هالجماعة بلا صغرى؟ والله ما عاد أتذكر بالضبط، بس ما شاء الله كان، ما شاء الله كان حولك وحواليك على السمعة الطيبة والعطرة بين الناس. أخي شغلتي عطار، عطار أنا، يعني من باب أولى إني عطر صيتي قبل كل شيء. صحيح هاي معك حق فيها. أخي أبو كامل أنا حابب أودع العقد عندك لوين ما أرجع بالسلامة، بقى شو رأيك؟
على عيني وراسي غادي وطلب رخيص وانا كرامي لجدك والله ومحبب ابوك ما يحبني اليوم رح لبي لك طلبك. وين العقد اخي؟ وهي العقد يا سيدي. تفضل شوف ابو كامل. شرف عمي. ما شاء الله كان على هالعقد ما احلاه. خزيت عين على صنعة دقيقة وعلى هالتوصيع المتقن. يعني قديش شفت عقود بحياتي انا؟ شفت تي 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 شفت بس مثل هالعقد لا شفت ولا عيني رأيت. شوف لك شوف ابو امين عم يتلامع ملامع وعم يضهج ضهج. ومشان هيك انا خايف عليه وحابب حطه بيدين امينه. ايه سيدي ولا يهمك، انت وصلت لحضن ابوك وامك. ايه سيدي وشو بيطلع اجلته وداعته؟ انا جاهز. لا لا هيك رح ازعل منك يا ابو امين. ليش ابو كامل؟ المعلوم لانك نزعتها هيك. بقى خليك اكابر بعيني مثل ابوك وجدك ولا تشرشح ذكراهن عندي. الله يحن عليك. طيب يا سيدي مثل ما بتريد. بس انا الي طلب عندك. روحي فداك امور ابو كامل. بدي الهدية الموعودة. ها امور وشو بتريد؟ انا حاضر. بدي تمرة، تمرة صغيرة يتبلغ فيها من ارض المصطفى عليه الصلاة والسلام، او معلش نواة تمرة او بلحة مصمصها هيك بلساني حتى اتبارك. هاي هي الشغلة؟ ما بدي اكتر من هيك. وينك؟ واذا ما صحت لك النواة، لانه بجوز ما صحت لك مثلا او هذا، واستثقلت حملتها مثلا، جيب لي صفة تراب من هنيك او نجاسة طين مقصبة حتى لحبسها وتنتعش اوصالي. ولا يهمك، طلبك مجاب وغرضك رح ينجاب. لا تأخذني مشان الله، ما سألتك شو تشرب أخي؟ تشرب عرقسوس؟ مسك هذا، ولا ضيفك راحة الحلقوم مع القشطة؟ ما بدي إلا سلامتك. لك شو بدك في سلامتي هلأ أنت؟ شو بدك في سلامتي؟ سلامتي ما رح تطفيدك الشوبة. تعي يا زكريا، زكريا أبوام الله يرضى عليك، وصينا على كاسين عرقسوس باردين وقبب الرخوة عليهم وكتر مسك الله يحنن عليك. وراح بقى سيدي أبو أمين للحج ونسي أمور الدنيا وحط بين عيونه ذكر الله. وكانت حجته لهالزلمة ميسرة بحيث انه ما طول بالحجة كلياتها شهر ونص. واول ما طبت رجله تراب الشام، دعسة تراب الشام، اتوجه من فوره لبيته واستقبلته مرته بقى سيدي بهالهيصة والافراح والزلغيط وزينوا له الحارة بالسجاد وشجر الكينة. ولما اصبح الصباح حمل هالزلمة درب طريقه وراح لعند ابو كامل مسلكي حتى يرجع العقد الالماسي ويخلص من هاللبكة. لم ادري ما طيب العناق على الهوى حتى ترفق ساعري فطاقي. السلام عليكم. مرحبا ابو كامل. اهلا وسهلا. وعليك السلام. مو شو مرو؟ شو بالظاهر ما عرفتني لك ابو كامل؟ لسوء الحظ ما عرفتك. والحق بايدي. ها شو بده يتذكر الواحد يا اخي ليتذكر؟ يعني اذا قلنا باليوم الواحد بيمرق لعندي شي 50 زبون وزبونه، معناتها بالجمعه بيمرق علي على دكانتي يعني 50 ضرب 6 300 شخص، بالشهر 50 ضرب 6 20، لانه معلومه بنعطل نحن نهار الجمعه، بيطلعوا يا سيدي من لانت بيطلعوا. لك شو عم تطرح وتجمع؟ انا ابو امين ماسك خاطر ما عرفتني؟ لا والله. مع الاسف الشديد ما عرفتك. مع انه انا بمسك خاطر ان شاء الله لقطة بالطريق، بس بصراحه والله ما عرفتك حتى امسك لك خاطر. هلا الله يرضى عليك يا ابو كامل، ايمني من مسحك الغليظ وبارك لي بالحجه. على عيني وراسي، اذا كنت حاجز وراجع ان شاء الله هيك ان شاء الله هيك. عقبال العوده يا ربي، ويجمعنا مع الطيبين على عرفات بجاه كل مين له جاه عند المصطفى العدنان والرسول المجتبى. واذا كنت حابب تشتري من عندي فاهلا وسهلا ومرحبا، دكانتي مفتوحه لك حبيبي. لك شو بك يا ابو كامل؟ شايفك ما عم تجمع. انا عبد الرؤوف محمد زين ماسك خاطر، وبتعرف ابي وبتعرف جدي وامي من بيت النعيان وانا من حاره الاوليا. كل الناس على عيني وراسي. سبحانك يا ربي ما اكثر خلقك. لا هيك رح ازعل منك ابو كامل. لك اخي روح تيسر بدربك الله يرضى عليك وخليني اعرف السبب الله يحن عليك. امنت بالله؟ معقول؟ روح. لكن وينك؟ اعطيني عقد الالماس والله يصطفل فيك على هالملقه. شو عم تقول؟ عقد شو؟ عقد الالماس الايراني اللي ودعته عندك قبل ما سافر على الحج. ها حبيبي
الله أكبر، كمل النعل بالزعذور. شو قلت بدك مني أخي؟ عاد الألماس. إخلاص وطلع من هالبواب، شقفت محتاج. يلا منهم، يلا منهم، يلا عوام. ولك شو عم تحكي انت لك أبو كامل؟ عيب عليك، استغفر ربك. ولك امشي من هون يا محتال قبل ما ارفسك رفسي برجلي كسر ضلوعك فيها. امشي من هون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك روح روح ازمي بلاك على غيري يا مفتري، ما لقيت إلا أبو كامل مثلكي حتى تستوطي حيطه يخرب بيتك، يخرب بيتك ما أوقحك. مفكر كل طير بيتاكل لحمه أنت؟ لا حبيبي، لا حبيبي ما حذرت. أنا أنا يعني غراب، لحمي مر وعظمي صوان. اللهم نزل السكينة على نفسي ولا تخليني دق بخوانيه ومش جوزته. اللهم لا تخليني أتل قتله يا رب. لك شو عم تبردر أنت يا عمنطجي؟ شو عم تبردر؟ يلا من هون امشي، بدك تخلصني. يلا امشي، ما بقى علينا الا روح من هون. خير خير ابو كامل، شوفي مين عم يضايقك يا ابو كامل؟ لك تعالوا شوفوا زبون العوافي العمى، العمى شو محتال. قال الاخ كان بالحج ووضع عندي قبل ما يروح عائد الماس. يا عمى على الوقاحه، معقول العمى ضربك ضرب ما لقيت غير ابو كامل تتلبسه وتفتري عليه؟ ايه ابو كامل بركتنا والناس بتحلف براسه. لحظه لحظه يا جماعه، ليكون هالزلمة مجنون، حرام عليكم، خدوه على قد عقله. جننك وحدة تسهل أمرك، أنا مجنون ولا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، رح يطيروني الحجة. لا وعامل حاله حجي كمان، شوفوا بإيش عم يتستر هالمغضوب الوالدين. هيك عم تحكي أبو كامل؟ بسيطة، إلا ما نتواجه وأنا فرجيك. لك شو بدك تفرجيني أنت؟ ريتك تصير للناس فرجة إلهي. شوف يا أبو كامل، أنا صاحب حق والحق ما بدي عند رب العالمين. لا وأبط حاله إنه حجي، اسمعوا شلون عم يحكي وكأنه صحابي جليل أو شيخ إسلام. بسيطة، منتواجه يا أبو كامل. روح روح العنا ضربة حل رقبتك حل. العمى شو وضع سايق؟ شو وضع ضربة؟ هيك بيتبدلوا العالم؟ ما تزبد أنا أبو كامل. طول بالك. شو تزبدني والله يا شباب؟ ما كنت عيامي. أنتم تعرفوني تماما يا أخي. الناس أشكالوا ألوانك يا أخي. سميحة يا سميحة. خير أبو أمين؟ راح يطير لي عقلي يا الزلمة. والله ما عم صدق، معقول أبو كامل مسلكي يطلع محتال؟ مو بس محتال، هذا أرباطي بل هموطي أزعر. لك ما بيهمه وجدان ولا عنده ضمير. وشو نويت تساوي؟ وشو بيعرفني؟ وفوق كل هالشي التموا الناس علينا وطلعت أنا بنظرهم المفتري المتبلي وهو النعجة البريئة. طيب شو الحل برأيك؟ والله شي بحير. ايه شو الدنيا فلتانة؟ ايه انا ما اكون محلك فورا بروح لعند الوالي وبشتكي على ابو كامل مسلكي. والينا الله يديم عدله فينا، ما بيهون عليه حدا ياكل حق حدا. لك صحيح، بس المصيبة انا ما عندي شهود. لما سلمت العقد كنا لحالنا انا وياه، يعني بالمختصر حشتي معدومة. بجوز، بس انت صادق، والصادق الا ما ينجبر خاطره ويرجع له حقه. يعني قلتك اضرب الطينة بالحيط وروح لمولانا الوالي؟ ما عنده غير هالحل، لأنه القاضي تبعنا تشتوش وبيبلع، وشو ما إجا ما بيقول لا، ومستعد يقلب الباطل حق والحق باطل. لا تذكريني بالقضاة، حشا إبليس صايرين مثل مشلحين، عين فجعانة، ضمير نايم، إيد ممدودة. لك صدق اللي قال فيهم، قضاة زماننا أضحوا لصوصة، عموما في البرية لا خصوصة، فحسبك أنهم لو صافحونا لسلوا من خواتمنا الفصوصة. أصبح مالك غير حكمة والينا، وعدل الوالي معروف وإله فراسة ما بتخيب بالناس. ما في غير هيك، ما بيلي حل غير هيك. السلام عليكم. السلام. يعطيك العافية يا حباب. أهلا الله فيك. أهلا وسهلا. ممكن أقابل رئيس الديوان؟ أتفضل. أهلا وسهلا فيك. شكرا. نهارك مبارك بالصلاة على الرسول. يا أهلين وسهلين، تفضل. شكرا شكرا. مور. ما يأمر عليك ظالم، الحقيقة أنا جاي اشتكي على إنسان ودعت عنده طوق الماس نكروا علي وبهدلني وسبني قدام الناس، فما في غير جناب الوالي ياخذ لي حقي منه، فممكن اتشرف مقابلته؟ أنت يعمل لي عريضة بالموضوع وأنا بقدمها لجنابه والله يقدم لي فيه الخير. أمرك يا سيدي. اكتب قصتك على ورقة وأنا راح أدخل لك إياها لجنابه فورا. الله يبارك فيك ويعز أصلك. وينه أبو أمين؟ واقف في الباب مولانا. خليه يتفضل. ادخل يا أبو أمين.
السلام على مولانا الوالي. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا الوالي. الله يعزك بعزه ويخليك لهالبلد. أنا قريت دعواك بالعريضة وتعجبت من نفس العطار المريضة. إيش مفكر الدنيا فلتانة ولا الاحتيال صاير فريضة؟ هذا اللي صار معي يا سيدي، ما بزل عليك بحرف واحد. أنا لمست الصدق بكلامك، وخاصة إنك راجع من الحج جديد. ولهالسبب أنا قدامك وطلوب مني شو بتريد. يا سيدي ما بدي من جنابكم إلا إنصافي ورغام أبو كامل مسلكة على إنه رجع لي طوق الألماس. المشكلة إنه ما في عندك شهود، وهالإنسان طبعه مثل اليهود، بحب يقبض ويبتز الناس وكأنه بمال الخلق موعود. صحيح يا سيدي، ما كان حوالينا حدا، سلمته طوق الألماس من راسي لراسه. شوف يا أبو أمين، بدي منك تنفذ اللي رح قلك يا بالضبط بدون زيادة ولا نقصان. بلكي إذا جربنا هالتجربة بناخد منها نتيجة. أنا بأمرك مولانا، بس أمور جنابك. بتروح بكرة على بكرة وبتقعد قدام دكانته من الصبح للمساء، يعني إذا كان في دكة مقابل دكانه أو مصطبة بتقعد عليها، وإذا ما كان في بتجيب معك كرسي أشواطي وبتقعد عليه. يعني بدي اياك تلزق قدام دكانته من اول ما يفتح الغلاء هيك لحتى يسكر. وشو بدي اعمل وانا قاعد يا مولانا؟ لا تعمل شيء، بدي اياك تقعد قعدة المتسكعين والتنابل ولا تحكي معه ولا حرف. طيب وبركي حاكاني سيدي؟ ولو حاكاك، حتى اذا حاكاك لا ترد عليه. وبركي قلعني من قدام دكانته مولانا؟ ما بيسترجي، لانه الطريق مو ملكه، الطريق ملك عام للناس. وفوق كل هذا بدي اياك تكرر هالتصرف 3 أيام ورا بعض، وباليوم الرابع رح مر لعندك وسلم عليك. الله يبارك فيك يا مولانا، عم تخجلوني هيك. المهم اوعى تقوم على حيلك لما بتشوفني، واذا سلمت عليك بتسلم وما بتزيد حرف واحد فوق رد السلام، واذا سألتك شي سؤال بتجاوبني على قد السؤال، وإلك كل الصلاحية بالتكبر علي والعجهية. استغفر الله العظيم، العين ما بتعلى على الحاجب. مثل ما عم قلك، وغير هيك ما بدي منك. مفهوم؟ مفهوم يا مولانا، وإن كنت ما بعرف المغزى. مو ضروري تعرف المغزى، نحن راح نعمل تجربة وإن شاء الله تنجح. أمرك مولانا، الله يديم عدلك فينا ولا يحرمنا من حكمتك وبصيرتك. مع السلامة، الله معك. شربوا شاي بالديوان يا أبو قاعد. أمرك مولانا. صباح الخير لك. شو شايف زبون العوافي يبلط قدام دكانتك؟ لك شايف ما اوقحه؟ شايف ان شاء الله يبلط على النار جهنم الهي يطعمني ولا يحرمني. وليش قاعد هون؟ شو بده منا؟ شو بيعرفني؟ ليكون بده يصالحها. فشلت عينتينه، قال يصالحني قال ما فشها. نالين 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 غنيني شوي شوي غنيني وخدعيني غنيني شوي شوي غنيني وخدعيني غنيني غني وخدعيني. لك لك شلون عم يغني المعواص ولا على باله؟ ومضى اليوم الأول وأبو كامل مسلكي عم يتعجب من أمر أبو أمين ماسك خاطير، إنه ليش قاعد هالقعدة المزرية قدام باب الدكان مثل القطاط؟ وسكر هالعطار دكانه وراح لبيته وهو مغطاز ومحموم، وصار يحكي هالقصة لكل جيرانه بالسوق. ولما إجا اليوم الثاني قعد أبو أمين ياكل فلافل ويشرق لبن قدام باب الدكانة ويوسخ ويزبل ويرمي، وبينه وبين نفسه بأمر الوالي محمي. ولما إجا اليوم الرابع إجا صاحبنا أبو أمين مثل العادة معه كرسي هزاز نجعص عليه بنص صقاع
ونصب أرجيلة قدامه وعلى شفته مص، وأبو كامل رح يجن جنونه من هالحالة. يا ملك قلبي بالمعروف حبك واني تعال وشوف، يا ملك عيني يا ملك واخرتها هالحالي معاك واخرتها لانت بدك تضل مبلط قدام دكانتي وعم تزبي، يخرب بيتك ما اوقعك. يعني شو نجيب لك؟ يعني نجيب لك تخت حتى تنام عليه بالاراضي؟ فرت لك رجليك؟ يخرب بيتك شو متمسيح؟ يخرب بيته وبيت بيته. روح يا مالك، يا مالك، يا مالك. لا حول ولا قوة إلا بالله، فعلا إنه الجنون فنون. بالمعروف تطلب يا الراس، تطلب يا الراس على المدينة. حبك واني تعال وشوف. جناب الوالي يعبر الحي في طريقي إلى ديوان الحكم. السلام عليكم يا حبيب القلب. أهلين بضاي. إيه قسما بالله إني مزعوج منك كومايات. إيه معقولة يا منظور تروح على الحج وترجع وما تعطيني خبر لحتى أقوم بواجبة؟ هذا اللي صار، ما كنت فاضي. افهمنا ما كنت فاضي، بس الإنسان إلا يلاقي له ساعة من وقته يزور فيها محبينه. لا تأخذني نسيت، الحجة الثانية ببقى بمر لعندك. اللي أشوف لساته شغلك والي ولا غيرت الشغلة؟ حاكم ما عم بفضى تابع أخبارك. اي والله لساتني بمطرحي. بعدين من شهر كنت باسطنبول وسألني السلطان عنك وبيسلم عليك كتير. الله يكتر المحبين. يلا بخاطرك لك يا أخي أبو أمين، وأماني إذا بدك مني شيء قلي. ها لما بدي منك شيء ببعث لك خبر تجي لعندي. طيب يلا السلام عليكم. وينك؟ أمور. ابقى سلمني على السلطان إذا سأل عني، وإذا ما سأل عني لا تقول له إنك شفتني، ما بحب حدا يزعل مني. تيسر لشغلك. ولا يهمك يا أبو أمين، ولا يهمك. يا ابو امين لك تسلم لي هالقعده، تسلم لي هالقعده على الكرسي ما تبلى، تسلم لي هالهيبه وهالوقار هذا، ولك تسلم لي الارجيله اللي بتمك. والله مشتاق لك يا رجل. شايفك شو بدك؟ انا شو بدي لك؟ ان شاء الله برا محجوجا، حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وعقبال العوده، العوده باذن الباري. اهلين. تعال تعال قوم قوم تركب. والله هلا ببعث واحد يجيب لك اياها لجوا. تعال لعندي الي حديث معك. تعال تعال. صحيح قبل ما انسى هيك وتاخذنا الاشواق والعواطف، انت كنت ودعت عندي يا ابو امين طوق الماس غالي ثمن كثير، بس ذكرني بايش كان ملفوف يا ترى؟ بقطعه قماش بروكار. اوه صحيح صحيح، عم اقول لمين هاللفلوفه؟ داريها الك. سبحان الله سبحان الله، ما بضيع حق ولو بعد 100 سنه. لحظه صغيره، الله يخليني اياك يا ابو امين لشوف لك يا، يمكن بالجره حاطه انا. يلا تفضل اخي ابو امين، هي امانتك وان شاء الله بتضلك سالم انت وبلادك وعيالك. مظبوط. يلا السلام عليكم. وينك وينك؟
بدي منك شغلة. ها شو هي بقى؟ يستر حريمك، يخلي لك ولادك، اذكرني بالخير قدام جناب الوالي. خليه يذكرني، شو فيها؟ ما بينضل.